اهلا بيكو. لو كنت طالب بتدرس محادثة بالانجلش فالفيديوهات دي اكيد هتفيدك، ولو كنت اتخرجت خلاص من كورس الانجلش وخدت الشهادة وبدأت اللي انت تنسى القواعد او بدأت اللي انت تنسى المحادثات فالفيديوهات دي برضو هتفيدك، تمام؟ واذا كنت بتتعرض لمحادثات يومية ومش عارف ايه اللي ممكن تقوله في كل المواقف برضو الفيديوهات دي هتفيدك. الفيديوز اللي هقدمها ان شاء الله في السلسله دي هي بتتكلم عن topics in English او موضوعات بنتكلم فيها دايما بالانجلش. على سبيل المثال موضوع عن الاسره، موضوع عن العمل، موضوع عن الديلي لايف. ايه هي الكويشنز او هي الاسئله اللي انت ممكن تسالها في اي موقف بتتعرض ليه في حياتك؟ فان شاء الله استنوني في فيديوهات جايه عن الموضوع ده. اتمنى دعمكم طبعا والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس والاشتراك كمان في صفحه الفيس لمتابعه كل جديد. شكرا واشوفكم على خير. باي باي.